حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. وعند وصول سيادته لمطار شارل ديغول في باريس، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في باريس. وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس في 12 من نوفمبر الجاري مؤتمراً دولياً حول ليبيا، استعداداً للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 من ديسمبر المقبل، والتي يعول عليها المجتمع الدولي.